مشاهدينا رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره ضيفنا النهارده استاذ محمد دردير، ناقد رياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير على حضرتك. نور، انا نورنا اكيد في كلام في الميديا. ربنا اكيد عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه النهارده، وان كان الاهم اكيد هو التغيير او ثوره التصحيح زي ما بيتقال عليها دلوقتي في النادي الاهلي. شايف الخطوات اللي بتتاخد دلوقتي لاعاده هيكله فريق الكوره في النادي الاهلي او قطاع الكوره ككل في النادي الاهلي ازاي؟ اكيد الخطوات اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره الاخيره بعد الخروج من البطوله العربيه خاصه وخساره الرقم الافريقي خطوات مهمه جدا لتصحيح مسار الفريق في الفتره القادمه. النادي الاهلي مش معودنا الخروج من البطولات بهذا الشكل، اعتقد ان الخطوات دي مهمه جدا لتصحيح مسار الفريق، لم شمل اللاعبين، عوده روح الفانيلا الحمراء مره اخرى الفتره اللي جايه، ده اهم شيء طبعا، اختيار جهاز فني محترم اهلاوي صميم ابناء النادي الاهلي لتصحيح المسار في الفتره المؤقته دي لحين التعاقد مع جهاز فني اجنبي او مدير فني اجنبي لقياده الفريق. المهمه اللي بتاعتهم مش سهله، مهمه صعبه جدا خاصه شهر ديسمبر. صحيح. في 7 مباريات مهمه جدا في الدوري، وفي برضه ماتشين في الدور ال 32 دوري ابطال افريقيا الموسم الجديد، اكيد النادي الاهلي لازم ينافس عليه بقوه السنه دي لمصالحه جماهيره وحصد اللقب. بطوله مهمه جدا وغاليه على كل الاهلاويه. زي ما قلت لحضرتك المهمه مش سهله طبعا. أكيد. 7 مباريات في الدوري مهمين جدا، لازم على الاقل الفوز بكل المباريات دي لضمان المنافسه على اللقب بشكل قوي. كابتن محمد يدو سبق وقاد النادي الاهلي في 2013 لدوري ابطال افريقيا، شايف ازاي او هيتعامل ازاي مع المرحله القادمه؟ اكيد كابتن محمد يوسف كان بالفعل قاد الفريق في فتره قبل كده، وهو كان في الجهاز الفني السابق للنادي الاهلي، قريب من اللعيبه، عنده خلفيه عن امكانيات كل لاعب، يقدر معنويا ونفسيا يلم لعيبه النادي الاهلي بشكل كويس، يحفزهم بشكل قوي للفتره اللي جايه. كابتن محمد اكيد قادر بشكل كبير انه يحقق نتائج ايجابيه مع النادي الاهلي وتصحيح المسار في الفتره اللي جايه للاعبين. صحيح. باتريس كارديرون شفناه امبارح على تويتر بيودع جمهور النادي الاهلي برساله مؤثره جدا، حقيقي انا قد ايه بحبكم، انا كان عندي حلم ان انا اقود النادي الاهلي وانا حققت الحلم ده بيكم، واعتذر ان هو ما قدرش ان هو يحصد بطولات مع النادي الاهلي، سواء طبعا عن البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا للاسف احنا خسرنا لقبه في النهائي، او خروجنا كمان من دور ال 16 في البطوله العربيه. تقييمك ايه لكارتيرون؟ اكيد كارتيرون مدير فني جيد، انا شايف ان هو لما جه بدا بدايه كويسه جدا، يمكن النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا كان خد خسارتين على التوالي في دور المجموعات، كان موقفه صعب جدا، قدر يحقق 4 انتصارات متتاليه ويقدر يتصدر المجموعه ويتاهل لدور الثمانية، بعدها تأهل لدور قبل النهائي والنهائي. يمكن في الفترة الأخيرة صادفوا بعض الصعوبات سواء غيابات بعض اللاعبين والإصابات الكتيرة، إلى جانب هبوط مستوى أكتر من لاعب في النادي الأهلي بشكل غير مبرر. صحيح. برضو يعني في 21 لقاء قدهم باتريس كارتيرون كان فيهم 12 فوز، كان فيهم 6 تعادلات و3 خسائر. اكيد يعني زي ما قلت لحضرتك هو فعلا بدايته كانت قويه جدا مع النادي الاهلي، ولكن في الفتره الاخيره مع وجود بعض الغيابات والاصابات وهبوط مستوى بعض اللاعبين يمكن ده اللي اثر بشكل كبير على نتائجه في الفتره الاخيره. فنيا في بعض المباريات ما قدرهاش بشكل جيد، ولكن في النهايه النادي الاهلي بيلعب على بطوله، لما بتوصل المباراه النهائيه صعب جدا ان انت تخسر المباراه النهائيه، واي خطا غير مقبول من الجهاز الفني او المدير الفني خاصه في المباراه النهائيه دي كلها 180 دقيقه او 90 دقيقه الاخيره، يعني خلاص اي خطا فيها بيؤثر بشكل كبير على نتيجه المباراه، والخطا غالبا بيبقى غير مقبول طبعا في النادي الاهلي خاصه. صحيح. انت بتلعب على بطوله، الاهم هو حصد اللقب في اخر المباراه. الاهلي جدول مبارياته بقى القادمه مزدحم جدا، يمكن كل 3 ايام في مباراه، في 33 يوم فيهم 10 لقاءات للنادي الاهلي، شايف النادي الاهلي هيقدر يتعامل ازاي مع الضغط في المباريات ده، طبعا كمان مع وجود اصابات كتير في الفريق، هيقدر يتعامل ازاي النادي الاهلي مع الموقف ده؟ اكيد الفتره اللي جايه مهمه جدا للنادي الاهلي، 7 مباريات مهمين في الفتره اللي جايه في ديسمبر، لا بدي فيهم غير الفوز لضمان المنافسه بقوه على بطوله الدوري الممتاز. يمكن النادي الاهلي لو
بص على الجدول الدوري يعني جدول يعني مش نقول مش صحيح او يعني مش بيعبر عن المسابقه بشكل كبير، خاصه ان النادي الاهلي عنده مباريات كتيره مؤجله. لو كسب مؤجلاته دي هيبقى في الصداره مع نادي الزمالك. اعتقد المباريات اللي جايه مهمه جدا للنادي الاهلي، مباراه كمان صعبه يعني مباراه النادي الاهلي القادمه قصاد المقاولين العرب ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم. نادي المقاولين العرب في صحوه كبيره مع مديره الفني عماد النحاس، يمكن اخر ثلاث مباريات كمان فاز فيهم المقاولين العرب في الدوري المصري الممتاز. شايف اللقاء ده هيكون ازاي؟ اكيد اللقاءات القادمه النادي الاهلي كلها صعبه، خاصه برضو لقاء المقاولين اول لقاء بعد الخروج من البطوله العربيه. ده دور الجهاز الفني النادي الاهلي انه يحفز اللاعبين نفسيا ويجهزهم معنويا صحيح للمباراه، لان في ضغط كبير جدا. النادي الاهلي مفيش قدامه اي حاجه يعملها الا ان هو يفوز في كل اللقاءات القادمه عشان يكون متصدر لجدول ترتيب الدوري المصري. اكيد، وزي ما قلت لحضرتك هو الجهاز الفني ليه الدور الاكبر انه يلم شمل اللاعبين، يتحدث معهم، يجهزهم بدنيا ومعنويا، ده اهم شيء. وبعد كده الحاجات الفنيه دي كابتن محمد يوسف على درايه تامه بالفريق، اعتقد انه هيكون قادر انه يحقق نتائج ايجابيه الفتره اللي جايه. هل اتحاد الكوره مثلا ممكن ان هو اتفاجئ بالجدول اللي اتحط للنادي الاهلي، يعني او هو اتفاجئ بمباريات النادي الاهلي وارتباطات النادي الاهلي في البطولات الاخرى؟ للاسف طبعا احنا خرجنا منها كلها او لم نفز طبعا في دوري ابطال افريقيا وخرجنا من البطوله العربيه. شايف ان اتحاد الكوره كان ممكن يعني يوزع المباريات بتاعت النادي الاهلي بطريقه او بشكل افضل من كده؟ اكيد طبعا قدر الكبار زي النادي الاهلي انه يلعب في اكتر من بطوله في الموسم الواحد. يمكن خروج النادي الاهلي كمان سبب ازمه، ان دلوقتي عنده مباريات كثيره مؤجله مطالب انه يلعبها، وخاصه مع ضغط مباريات الموسم اللي جاي هيبقى طويل جدا. الموسم الحالي اللي احنا فيه هيبقى طويل جدا، سنه وشهر يعني، ابتدى في شهر 8 هينتهي في شهر 9 في العام القادم. بالظبط، وخاصه ان السنه الجايه كمان في بطوله كاس الامم الافريقيه، هيبقى في توقف كبير، هيبقى في مباريات الاجنده الدوليه، اكيد المنتخب والجهاز الفني هيطلب معسكر اعداد قبل البطوله. أكيد. كل ده هيأثر بشكل كبير على استعدادات على بطولة الدوري الممتاز وعلى استعدادات المنتخب طبعا. أكيد. وفي النهاية يعني النادي الأهلي مظلوم، هو لا شارك في أكتر من بطولة، لكن إنه يجي يلعب حوالي 10 مباريات في أقل من 33 يوم دي شيء صعب جدا على أي لعيبة وعلى أي جهاز فني إنه يقدر يحافظ على لعيبته. أي لعيب اللي لا قدر الله أصيب أو ممكن يتعرض للإجهاد، مش لازم يكون إصابات عضلية، هتأثر بشكل كبير على النادي الأهلي. نتمنى الفترة اللي جاية يقدروا زي ما قلنا يلموا اللاعبين نفسيا ومع الجهاز الجديد في الفترة اللي جاية يكون في تغيير للأفضل في النادي الأهلي إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. طيب يعني شايف طبعا استمرار البطولة دي لمدة سنة وشهر، بعديها سمعنا كمان إن في تصريحات من بعض أعضاء اتحاد الكورة إن استمرار البطولة دي مش منطقي لسنة وشهر وربما يتم إلغائها. شفت الكلام ده إزاي؟ يمكن دي تصريحات غريبة شوية ومش في وقتها تماما، بتؤثر بشكل كبير على الناحية التسويقية والناحية التنافسية للدوري الممتاز في الوقت الحالي. انت شايف من الاول ان الموسم هيبقى طويل جدا او مشاركات الاندية المصرية هتؤثر على شكل الدوري في البطولات، سواء في البطولات العربية او البطولة الافريقية. انت كان ممكن من الاول تقول ان الفريق اللي شارك في البطولة الافريقية ما شاركش في البطولة العربية، ودي كان في فترة من الفترات تم تطبيق النظام ده ان الفريق بيشارك في بطولة واحدة بس خارجية، لكن انت تركت الاندية كلها هتشارك. بس ازاي بقى يعني بالظبط انت تركت الانديه كلها؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه، مثلا فلنفترض ان النادي الاهلي كان ربنا يعني كرمه ودخلنا كاس العالم للانديه او مونديال العالم للانديه وكملنا كمان في البطوله العربيه، برضو كان هيكمل ازاي الدوري؟ اكيد يعني هو ازدحام الاجنده باكثر من بطوله، سواء بطولة عربيه او بطوله افريقيه. النادي الاهلي السنه دي كان عنده دوري، عنده كاس، عنده سوبر، عنده بطوله عربيه، عنده بطوله افريقيا، خمس بطولات. اكيد، وده شيء صعب جدا على اي نادي انه يقدر يحققه، وما بتحصلش في اي حته. يعني احنا بنعرف ان النادي بيلعب في الدوري المحلي وفي الكاس وبيلعب في البطوله القاريه. يمكن البطوله العربيه السنه دي كان لها شكل مختلف. صحيح. ليها دافع مختلف. صحيح. ليها جوائز مختلفه. صحيح. ادى حافز كبير للانديه ان هي تشارك. اكبر كمان من دوري ابطال افريقيا، ادى حافز كبير للانديه ان هي تشارك فيها. لكن طبعا صعب في ظل الازدحام الجدول الدوري اللي احنا شايفينه، وان يعني صعب، ما فيش موسم في العالم
بيستمر ممكن يقعد اكتر من سنه اللعب متواصل، صعب جدا. طيب شايف ان في حل للمشكله دي او للازمه اللي هيمر بيها النادي الاهلي؟ طبعا احنا بنقول انها ازمه لان ده ضغط مباريات مش طبيعي، كل يومين ثلاثه مباراه، يعني هم النهارده دخلوا معسكر، بكره هيلعبوا ماتش، هيرجعوا من المباراه، هينزلوا تدريب يوم الثاني، هيرجعوا معسكر، هينزلوا ماتش، فاهم؟ الموضوع برده متازم جدا. هل ممكن يكون في حل ثاني؟ يمكن في ظل ازدحام الجدول الدوري والبطولات اللي جاية أعتقد أنه صعب يكون في حلول في الفترة دي. يمكن الحل أن النادي الأهلي يحاول، الجهاز الفني للنادي الأهلي يحاول أنه يريح بعض اللاعبين، ما يبقاش هو نفس التشكيل اللي بيلعب كل مباراة، وإن كان ده صعب بشكل صعب كبير جدا في ظل يعني طبعا وجود كل الإصابات دي اللي عندنا في النادي الأهلي، إصابات كتير موجودة، كل ده بيؤثر بشكل كبير على النادي الأهلي. نتمنى الجهاز الفني الفترة الجاية يحاول أنه يقدر يعوض الغيابات دي ببعض اللاعبين الآخرين، وخاصة احنا مستنيين تدعيمات كبيرة في الفترة اللي جاية. النادي الأهلي محتاج تدعيمات في أكتر من مركز، تدعيمات مهمة جدا. أعتقد أن التدعيمات الجديدة دي ممكن تساهم بشكل كبير في حل الأزمة دي في الفترة اللي جاية إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز. شايف الدوري المصري ممتاز فنيا، إيه الجديد فيه؟ يعني إيه المظاهر أو إيه الحاجات الجديدة اللي شايفها في الموسم الحالي ما شفتهاش في المواسم اللي فاتت مثلا؟ يمكن الدوري السنه دي يعني شايف في بعض الفرق ظهرت بشكل كويس جدا، في تنافسيه كبيره، صحيح، مختلف عن المواسم اللي قبل كده كنا بنبقى عارفين مين بطل الدوري من بدايته، صحيح. على الرغم من ان النادي الاهلي لسه عنده مباريات مؤجله كتير ولسه قادر على العوده مره اخرى، بس احنا ممكن الدوري نشوف مثلا ملامح المربع الذهبي من دلوقتي، يعني هتلاقي طبعا في تنافس كبير، ان احنا بصينا كمان خارج المربع الذهبي كل الفرق اللي في الدوري الممتاز قريبه من بعض بشكل، صحيح، كبير، حتى الفرق المتذيله الترتيب برضو قريبه من بعض النقاط، يعني في كل اسبوع ممكن يختلف في ترتيب جدول الدوري، في فرق بتكسب ماتش بتقفز اربع خمس مراكز مش مركز واحد في بطوله الدوري. يمكن ده بيدل على التنافسيه الكبيره الموسم ده في الدوري الممتاز وانه صعب ومش سهل زي كل المواسم السابقه. صحيح. طيب في طبعا حاجه مهمه جدا اخذنا بالنا منها السنه دي او في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وهي التفاقم ازمه او كوارث التحكيم المصري. شايف التحكيم المصري او الكوارث اللي بيتسبب فيها التحكيم المصري في الموسم الحالي اكبر من المواسم اللي فاتت؟ يمكن التحكيم المصري الموسم ده بدا بدايه مش جيده، يعني صحيح. شفنا احداث كتيره بالظبط، اكتر من مباراه التحكيم اثر فيها بشكل كبير، خاصه النتائج بتبقى مؤثره، اخطاء مؤثره يعني في ضرب الجزاء، في هدف ملغي، هدف صحيح، بتبقى اخطاء مؤثره. هم كانت في الاتحاد المصري لكره القدم قالوا ان هم يعملوا تقنيه الفار وبتاع، انا شايف ان الموضوع صعب شويه، هو صعب شويتين لان هم في الاخر برضو رجع احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره وصرح ان احنا ما عندناش التكاليف الماديه او الامكانيات ان احنا نجيب الفار في الموسم الحالي ولا حتى على بدايه الدور الثاني من الموسم الحالي. بالظبط، هو كانوا اعلنوا فعلا ان هم ممكن بدايه من الموسم اللي جاي بقى، قالوا انتوا قدامك دلوقتي لحد شهر 9 اللي جاي كمان مده طويله. كمان بالنسبه للتحكيم، اتحاد الكوره برضو قال اللي عايز يجيب حكام اجانب 25,000 دولار، اللي عايز يجيب حكام عرب زي مثلا توانسه او مغاربه 15,000 دولار، وعلى شرط ان يتم ابلاغ اتحاد الكوره بطلب الانديه دي قبل المباراه على الاقل ب 10 ايام. ويمكن هو ده السبب كمان اللي خلى اتحاد الكوره يرفض طلب بيراميدز باستخدام حكام اجانب لمباراتها القادمه قصاد النجوم يوم الاربعاء اللي جاي. أكيد طبعا، يمكن دي من نتائج أو من نتائج الأخطاء التحكيمية الكتير، إنه سمح إدى الفرصة للأندية إن هي تطالب بشكل قوي إن هي عايزة حكام أجانب، وطبعا اتحاد الكرة رضخ في النهاية وقال لي اللي عايز حكام أجانب أنا موافق، ما عنديش مشكلة، بس يدفع التكلفة، وإن كانت التكلفة عالية برضه على بعض الأندية، يعني مش كل الأندية هتقدر تدفع ال 25,000 دولار، ده مبلغ كبير جدا. صحيح، فاحنا شايفين الفتره دي 25,000 دولار دول يعني بتاع 450,000 جنيه طبعا، يعني في انديه كتير مش هتقدر الواحده، لا مش هتقدر على الاقل في بعض المباريات الجماهيريه واللي ليها حساسيه ممكن الاستعانه بالحكام الاجانب، لكن مش كل الانديه هتقدر ان كل مبارياتها في الدوري الممتاز تبقى بحكام اجانب، صعب جدا صعب جدا. وده يمكن كمان
يسبب عدم تكافؤ للفرص ما بين الأندية؟ أكيد طبعا، يعني أنا نادي قادر أن أنا أجيب حكم أجنبي، ممكن أدفع لكل وأجيب كل مباريات حكم أجنبي، ما عنديش مشكلة أن أنا كل المباريات بتاعتي تبقى بحكم بالضبط، لكن في أندية مش هتقدر، فدي صعب، وبعدين هتبقى ضغط أكبر على التحكيم المصري. يعني أي نادي هيتعرض لأي خطأ وإن كان غير متعمد أو خطأ بسيط من حكم مصري هقول أنا اتظلمت، أنا كنت عايز حكام أجانب في هذه المباراة. صحيح. طيب خلينا نروح كمان معاك دلوقتي للمنتخب الوطني الأول، عايزة أعرف منك سريعا الفرق ما بين منتخب أجاري ومنتخب هكتور كوبر. أكيد طبعا فرق كبير جدا، إحنا شفنا الفترة الأخيرة على الرغم من عدد مباريات القليلة اللي لعبها قادها أجيري مع المنتخب، ولكن الشكل للمنتخب اختلف تماما من الناحية الهجومية، الشكل الفني في المباراة مختلف تماما، كرة هجومية بنلعبها، الطريقة المتحفظة بتاعت كوبر الدفاعية دي يمكن اختفت تماما. أجيري قدر انه برضو ينزل بمستوى الأعمار اللاعبين في الفترة الأخيرة، شفنا وجوه جديدة في المنتخب، وإن كان طبعا في بعض اللاعبين الكبار والخبرات تعرضوا لظلم، انا شايف ان هم بغيابهم شفنا منهم اكيد وليد سليمان. وليد سليمان يعني في الراجل في الاخر قال انا معتزل اللعب دوليا عشان مش عايز احرج حد معايا بالظبط، فطبعا هو فعلا وليد سليمان بيعيش افضل حالاته دلوقتي كلاعب بالظبط، يعني هو في البيك بتاعه، هو ملوش علاقه بالسن، يعني الراجل بيقدم دلوقتي فعلا افضل مستويات ليه مع النادي الاهلي، وافضل لاعب في النادي الاهلي. ازاي ما بيتمش ضمه للمنتخب؟ يعني افضل لاعب في النادي الاهلي، هو اللي قاد النادي الاهلي، وهو أكيد اللي بيسجل الاهداف المؤثره مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. يمكن وجهة نظر وليد انه الناس كتير طلبت انه يكون في المنتخب وحس انه في احراج، قال انا بعتزل اللعب دوليا عشان ارفع الحرج عن الناس كلها. وبعدين شفت بعد كده تصريحات احد اعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول، اللي قال طب ليه اتسرع وليد سليمان، احنا كنا هنضمه او كنا هناخده او كنا حاطينه في الاعتبار، طب انتم مستنيين ايه؟ يعني هو الراجل اكتر من مره، واحنا طالع فتره طويله لعب واكتر من مباراه رسميه وديه ما شاركش في اي معسكر. تصريحات غير منطقيه، يعني انت لو عندكم النيه من الاول كنت قلتوا، حتى تصريحاتهم قبل اعلان وليد سليمان اعتزاله ان احنا مش بحاجه لوليد سليمان في المنتخب، هم قالوا كده، ازاي ترجع بعد فتره لما هو اللاعب يقول انا اعتزلت تاني بتندموا ان هو اخذ القرار ده؟ بالظبط، يعني كلام غير منطقي يعني. صحيح. طيب لو سالتك برضو عن هكتور كوبر ونرجع ورا شويه، هكتور كوبر قاد منتخبنا الوطني الاول لدوري او بطوله امم افريقيا في امم افريقيا، وبرضو قادنا للوصول لمونديال او لكاس العالم بعد غياب 30 سنه يمكن، شايف او اكتر من 30 سنه، شايف يعني دي تعتبر انجازات؟ هل الانجازات دي بلعبه بطريقته اللي احنا بنقول عليها متحفظ دفاعيا احسن، ولا اللعب بالطريقه المفتوحه اللي عجبانا بطريقه هجوميه مع اجيري افضل؟ اكيد بتختلف، يعني احنا فعلا وصلنا لبعض اهدافنا اللي هي تاهل اول هدف لينا كان طبعا تاهل لكاس العالم، ووصلنا لنهائي كاس الامم الافريقيه، ولكن في النهايه احنا خسرنا اللقب المتوقع او اللي احنا كنا نامل بيه. بالعكس اللعب الكره الهجوميه بيختلف تماما، بيبقى فيه يعني الفرقه كلها بتبقى عامله حساب للمنتخب المصري، يرجع منتخب مصر بتاع زمان اللي احنا عارفينه. طب ما احنا قبل كوبر كابتن حسن شحاته 3 بطولات ورا بعض كان بيلعب كره هجوميه، وقدرنا ان احنا نكسب كاس امم افريقيا 3 مرات ورا بعض. ما تاهلناش كاس العالم بس كان لينا شكل، كان لينا هيبه في افريقيا. اختفت فترة هكتور كوبر، اعتقد ان اجيري في الفترة اللي جاية نأمل انه يستمر على هذا المنوال، واللعيبة الموجودين في المنتخب مع حداثة سنهم 2022 والبطولات اللي بعدها. انت مع ولا ضد فكرة هكتور اجيري بان هو بيعمل منتخب ل 2022، فهو مصمم يمكن على النزول بمعدل، انت مع الفكرة ده ولا ضده، ولا شايف ان لابد ان يكون يعني في خبرات وفي برضو لعيبة صغار السن؟ لا اكيد لازم يكون، يعني انا معاه في انه ينزل بمستوى اعمار اللاعبين، ولكن لازم يكون في برضه مجموعه من اللاعبين الخبره لقياده المنتخب وقياده زمايلهم. لاعب الخبره مهم جدا في المنتخب نفسيا ومعنويا وفنيا، لانه بيضيف للمنتخب وبيضيف للاعيبه الشباب، بيعلمهم يعني ايه فانيلة منتخب مصر. أكيد أنا معاه إنه ينزل بمستوى الأعمار، ولكن لازم يكون في على الأقل عنصرين ثلاثة من الخبرة لقيادة المنتخب وقيادة زمايلهم في الفترة اللي جاية. طيب بعيدا عن وليد سليمان نجم النادي الأهلي اللي احنا كلنا متأكدين وواثقين إن هو اتظلم بعدم ضمه للمنتخب الوطني الأول، شايف مين لعيبة تانية تم استدعائها يعني أو استدعائها ده ما كانش ليه أي لازمة في القائمة المحلية؟
هو في اكتر يعني، انا مش عايزين نقول اسماء، بس في لعيبه فعلا ما اديتش المستوى المأمول منها، وفي لعيبه بتنضم للمعسكر وما بتشاركش بشكل صحيح. اساسي في المنتخب كانها ما راحتش. بالظبط بالظبط. فالمهم ان احنا يعني، طب فكره بقى لما تلاقي ان في لعيبه بتروح كانها ما راحتش، طب ما تاخدوش وليد سليمان دي؟ ما هو دي علامه استفهام كبيره بصراحه. يعني, في ناس يعني انت ممكن وليد كان يبقى موجود في المنتخب حتى لو مش بيشارك، لكن بخبرته هيقدر معنويا يشجع اللعيبه الثانيه، معنويا حتى في المباريات المهمه للمنتخب. ولكن غريب، في لعيبه بتروح ما بتلعبش، وفي لعيبه بتشارك برده مش هي بنفس المستوى اللي احنا شايفينه ان هي تمثل منتخب مصر. صحيح. هكتور كوبر واجيري نفس الاستدعاءات الدوليه، كل اللعيبه المحترفه تيجي على المنتخب، شايف ده ازاي؟ هو يمكن شايفين ان، مع الرغم ان برضه في لعيبه محترفه ما بتشاركش بشكل اساسي مع طبعا مع فرقه، بس يعني بيحضروا المنتخب، بس هو يعني شايف ان بيحضروا المعسكر، اللعيب المحترف يعني ليه اولويه عندهم. يمكن دي رؤيه الجهاز الفني، اللعيب المحترف بيبقى ليه اولويه عندهم، برغم وجود برضه بعض اللعيبه المصريين في دوريات اجنبيه يعني، الدوريات مش قويه، ضعيفه اكيد يعني. في لعيبه في دوريات مش قويه، وفي لعيبه كمان بينضموا للمنتخب هم اصلا ما بيشاركوش بشكل اساسي مع الفرق بتاعتهم، ودي برضو علامه استفهام ثالثه. ممكن يعني دي علامه استفهام كبيره طبعا. ممكن يكون هو شايف ان اللعيب موجود في جو احترافي خارج مصر ممكن يؤثر بشكل كويس على وجوده في المنتخب، ولكن دي برضو وجهه نظر. انا شايف ان اللعيب اللي رجله في الملعب اللي بيلعب بشكل قوي اكيد طبعا افضل مليون مره، افضل من اي لاعب موجود محترف بره ومش بيشارك. طيب بمناسبه الكلام عن اللعيبه المحترفه، نروح بقى لمحترفنا المصري فرعون المصري. كيف محمد صلاح وازماته مع اتحاد الكره في الفتره اللي فاتت دي ازاي؟ يمكن محمد صلاح تعرض لاكثر من ازمه مع اتحاد الكره في الفتره الاخيره، يعني كل ازمه بنحاول نقول ان هي اتحلت بنكتشف بعد فتره ان هي الموضوع مؤجل ومفيش حل جذري للازمات محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكره القدم. نتمنى الفتره اللي جايه عشان خاطر منتخب مصر وعشان خاطر مصر الازمات دي تتحل بشكل كبير، ما يبقاش في اي تاثير. الازمات دي بتاثر بشكل كبير على محمد صلاح وشفناه معنويا متحسش. وبيلعب حاليا دلوقتي ليفربول مع واتفورد في البريمير ليج في الدقيقه 55 ولسه النتيجه تعادل السلبي. اكيد شفنا كمان محمد صلاح على السوشيال ميديا بيتاثر بشكل كبير بالازمات، يمكن لما بدا يخرج من الازمات دي ويخرج نفسه من الازمات بدا يرجع تاني ويتالق ويسجل اهداف في الدوري الانجليزي. نتمنى حل الازمات دي عشان الفتره اللي جايه محمد صلاح يرجع زي الاول هداف للدوري الانجليزي. صحيح. طيب شفت ازاي تصريحات اجيري ورد يورجن كلوب عليها؟ اكيد يعني انا شايف ان محمد صلاح قيمه كبيره، لاعب مهم جدا. يعني اجيري طلع وقال محمد صلاح ممكن يمشي احسن يفوز ببطوله، فرد كمان عليه كلوب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي وقال له انت كمان لو ما خدتش بطوله انت كمان لازم تمشي من اكيد ده ترشق يعني المنتخب الوطني المصري. الاثنين المديرين الفنيين محمد صلاح والنادي ليفربول نادي مش قليل، نادي كبير جدا، ومحمد صلاح من احد نجومه واحد اعمدته الاساسيه، اساسي في كل المباريات اللي بيشارك فيها. هو ده قدر اللاعبين في الدوري الانجليزي، الدوري صحيح. الانجليزي لحد اخر جوله ما تقدريش تحسمي مين اللي ياخد اللقب. صحيح حقيقي. ممكن انت تبقى ودي متعه البريمير ليج، انت ممكن تبقى متصدر الموسم كله وتيجي في اخر مباراتين الدوري اللقب يضيع منك. يعني مختلف مثلا عن الدوري الايطالي، يوفنتوس ما فيش حد بيوقفه من ساعه ما الدوري الايطالي ابتدى، باريس سان جيرمان برده فاهم. فالموضوع الدوري الانجليزي موضوع صعب جدا جدا، والمنافسه فيه قويه جدا جدا بين كل الانديه. احنا بنشوف ممكن نادي يبقى متصدر ولاعب اخير الدوري الانجليزي ويخسر مباراه. حقيقي. فاعتقد ان التصريحات دي يعني، وبعدين محمد صلاح هو الاقدر انه يعرف. طب انت وجهه نظرك محمد صلاح الافضل ليه فعلا ان هو يستمر مع ليفربول ولا ان هو يروح لمكان تاني؟ احنا سامعين كلام كتير جدا عن عروض كبيره لنجمنا محمد صلاح من ريال مدريد ومن برشلونه كمان. اعتقد ان محمد صلاح الافضل ليه على المستوى الشخصي، على رايي الشخصي، انه يستمر في ليفربول على الاقل موسم كمان، او على الاقل حتى ما ياخدوا لقب، وده مش ما بقاش صعب على ليفربول. اعتقد السنه دي الفريق ظاهر بشكل كويس جدا، مستوى مختلف عن الموسم اللي فات، التدعيمات اللي جابوها، الفريق ماشي بخطه ثابته في الدوري الانجليزي، عنده فرصه كبيره انه يحرز اللقب. محمد صلاح هيكون ليه دور كبير مع ليفربول، اعتقد انه يكمل الموسم ده وموسم كمان، وبعدها ممكن نشوف محمد صلاح هو الادرى طبعا. هل تتفق مع اجيري في الكلام اللي قاله ان محمد صلاح هيتقدم مع احرازه لجوائز معنا دي؟
اكيد طبعا بتفرق. اي لاعب لما ياخد بطوله مع نادي، حتى جوائز على المستوى الفردي، جوائز فرديه سواء هداف الدوري او افضل لاعب في الشهر او افضل لاعب في الدوري، بيختلف بشكل كبير عن انه يكون متواجد بشكل عادي في الفريق بتاعه. صحيح. طيب نطلع لفاصل دلوقتي سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه كلامنا مع استاذ محمد الدردير. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاك ولسه منورنا استاذ محمد الدردير الناقد الرياضي، وكنا بنتكلم مع حضرتك قبل ما نطلع الفاصل عن لاعبنا المحترف ونجمنا محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخبنا الوطني الاول. طبعا عندنا محترفين تانيين مصريين اكيد مشرفين، عندنا تريزيجيه، عندنا النني، عندنا عمرو ورده، احمد حسن كوكا، عندنا رمضان صبحي، عندنا كمان عمرو طارق، عندنا العديد، علي غزال، العديد من اللعيبة المصريين المحترفين. لو سألتك أو قلت لك تقييمك إيه لمحترفينا في الخارج؟ أكيد في لعيبة محترفين على مستوى عالي جدا، يمكن صحيح. تألق محمد صلاح كمان والنادي اللي بيلعب فيه نادي كبير ظلمهم شوية. تريزيجيه بيأدي مستوى هاي بشكل جيد جدا في الدوري التركي. صحيح. أهداف، أسيستات، مستوى ثابت في كل جداً. المباريات. صحيح. وله عروض من اكبر الانديه التركيه للانتقال ليها في الموسم سواء في يناير او في نهايه الموسم. صحيح. بس هل تعتقد الافضل ليه حتى لما يجي له عروض للانتقال ان هو يكمل في الدوري التركي، ولا الافضل ليه الاسباني، الايطالي او الانجليزي مثلا؟ اكيد لو العروض الافضل انه يطلع بره تركيا طبعا، يروح أكيد. احد الدوريات الكبرى دي هتفرق كتير مع تريزيجيه، خاصه لو احد الانديه الكبيره فيها، مش هنقول السوبر يعني الانديه رقم واحد، ممكن انديه الوسط في الدوريات الكبرى برضه هتبقى نقله كبيره لتريزيجيه. ولو كان ما فيش نادي كبير، يعني لو جاله عرض في نادي صغير في انجلترا او كده، لا انا رايي انه يروح احد الانديه الكبرى في الدوري التركي. يلعب في دوري الابطال السنه الجايه، هتبقى برضه هتظهره بشكل جيد أكيد. الموسم اللي بعد ويبقى خطوه خطوه يقدر يروح الدوريات الكبيره في سواء الدوري الانجليزي الاسباني الايطالي او كده. طيب محترفينا في البريمير ليج عندنا النني وعندنا رمضان صبحي، عندنا كمان في الشامبيونشيب او في دوري الدرجه الانجليزي الدرجه الاولى عندنا محمدي بيلعب هناك في هال سيتي برضه. طيب شايف برضه تقييمك ليهم ايه؟ يمكن في بعض اللعيبه منهم ما بيشاركش بشكل اساسي، واحمد حجازي طبعا حجازي. في بعض اللعيبه منهم ما بيشاركش بشكل اساسي، ده بيأثر كتير. ممكن يكونوا زي رمضان، يعني رمضان انا شايف ان هو ما خدش فرصته كامله في الدوري الانجليزي. صحيح. ما قدرش يقدم صبحي للاسف كان اسير دكه البدلاء من ساعه ما ابتدى في مشوار احترافه، من ساعه انتقاله وهو ما شاركش بشكل اساسي فترات كبيره، ده بيأثر كتير عليه. ما قدمش كل المستوى اللي احنا المأمول منه في الدوري الانجليزي، يمكن ده مأثر عليه بشكل كبير. اعتقد ان الفتره اللي جايه نتمنى ان رمضان يعود لمستواه ويقدر يقدم ولو جزء من مستواه وامكانياته الكبيره اللي احنا ما شفناهاش بشكل في الفتره الاخيره من الدوري. وبالنسبه انني برضه الفتره الاخيره يمكن بدا هو بشكل جيد، هو بدا بشكل جيد مع الارسنال وكان اساسي في مباريات كتيره. صحيح. يمكن في بدايه الموسم ده شايفينه مختفي تماما، خاصه كمان بعد رحيل ارسن فينجر برضه مش بيشارك بشكل كبير. نتمنى انه يشارك في الفتره اللي جايه مع الفريق او يشارك في انديه اخرى افضل ينتقل ليها، عشان برضه انني من اللعيبه المهمه جدا في منتخب مصر. اعتقد برضه انه مش بيقدم بناء، كل غيابه بشكل كتير اثر على مستواه برضه. نروح للدوري اليوناني. الدوري اليوناني عندنا طبعا احمد حسن كوكا وعندنا عمرو ورده. عمرو ورده يمكن تالق في المواسم اللي فاتت جدا بشكل لافت للانظار، لكن للاسف في عنده شويه مشاكل في الفتره الاخيره، وسمعنا اخبار ان هم قد يستغنوا عن عمرو ورده في الفتره القادمه في يناير القادم. يمكن عمرو المشاكل الاخيره دي اثرت عليه بشكل كبير، حتى هو يعني مع الرغم انه بيجي منتخب مصر بيقدم مستويات مميزه. نتمنى ان المشاكل اللي عنده تتحل. يمكن الدوري اليوناني مش هو الدوري القوي اللي احنا نقدر نقول عليه، ولكن اللعيبه يستحق
دوري اقوى منه. نتمنى ان المشاكل دي تتحل في الفتره اللي جايه، لانه لعيب مهم جدا لمنتخب مصر. احنا بنشوفه لما بيجي ولسه قدامه العمر طويل بالظبط، لعيب صغير في السن، بنشوفه لما بيجي يقدم مع منتخب مصر بيقدم مستويات ممتازه، لعيب مؤثر مع المنتخب. نتمنى الفتره الجايه دي يتم حل مشاكله وينتقل سواء داخل الدوري اليوناني او خارج الدوري يظهر بالمستوى المعروف. بالنسبة لأحمد حسن كوكا، أحمد برضو مهاجم كويس إن شاء الله يرجع بالسلامة. يعني الإصابة يعني حظه مش كويس، على طول بيتعرض لبعض الإصابات الطويلة بتأثر عليه بشكل كبير. نتمنى يرجع للنادي بتاعه بشكل جيد ويرجع لمنتخب مصر. مهاجم قوي، مهاجم كويس، اعتقد انه برضه صغير في السن قدامه فرصه صحيح. كويسه انه يروح لنادي قوي وينتقل لدوري اقوى من الدوري اليوناني اكيد. وفي النهايه طبعا اكيد طبعا نجاح كل محترفينا في الخارج ده بيصب في نجاح منتخبنا الوطني الاول، واكيد بيؤدي لتمثيل مشرف لمنتخبنا الوطني الاول في المحافل الدوليه وفي البطولات الافريقيه الكبرى. بشكرك جدا استاذ محمد الدردير الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده. شكرا جزيلا مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه. اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.